المشاهدون الكرام، طاب مساءكم بكل خير. قدم صباح اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة بيترانسولي قدم عدد من سيارات رباعية الدفع وناقلة واحدة. المناسبة كانت بمباني وزارة العدل، حيث ترأس مناسبة التسليم كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي الدكتور عيسى دبراين ووزير العدل المكلف بحقوق الإنسان جيم عربي وعدد من العاملين بوزارة العدل. السفير التركي كمال كيزيس لدى البلاد زار صباح اليوم مقر الإدارة العامة لرئاسة جامعة جمينة، وتهدف الزيارة للقاء رئيس جامعة جمينة محمد صالح دوس حجار، حيث تباحث معه عن كيفية سبل تعزيز التعاون لتطوير التعليم العالي في تشاد، وأن هذا الواجب كما وصف يدخل ضمن الشراكة القديمة التي تربط البلدين في عدة مجالات أخرى. وبهذه المناسبة السفير التركي قدم أكثر من 400 منح دراسية للطلاب التشاديين لحملة الشهادة الثانوية للعام 2020. خلال تواجدها بمدينة دروبالية، الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية وترقية الثنائية الوطنية في الإدارة، دشنت الوزيرة مريم محمد نور دشنت مكتبة داخل ثانوية دروبالي. كما حضر التدشين الوزير أحمد بكر الجد وزير البنية التحتية والنقل وبرفقة المسؤولين المحليين. هذه البادرة جاءت من قبل جمعية الشباب المتحد للمدينة، وقد سميت المكتبة باسم الوزيرة مريم محمد نور، حيث تهدف هذه البادرة إلى تشجيع الشباب على الاطلاع والقراءة باعتبار هذه الأخيرة تسهم في تقوية مستوى الطلاب. قدم الأعضاء المنتخبين في غرفة التجارة والصناعة قدموا دعوة إلى كل من وزير الشباب والرياضة رتوان محمد كريستيان ووزيرة التدريب المهني والحرف عشت أحمد بريمي بغرض التباحث معهم حول تطوير القطاع الخاص. وفي هذا اللقاء التفاكري وعقب الكلمة الافتتاحية لرئيس منصة التقارب الاقتصادي أميرة دولأتين، تحدث وزير الشباب والرياضة قائلا بأن الشباب هم كوادر المستقبل وأن للقطاع الخاص دورا يسهم في ترقيتهم. أما وزيرة التدريب المهني بدورها أشادت بأن اللقاء سمح لهم بمعرفة مشاكل الشباب وإيجاد حلول لها في أقرب وقت ممكن. وأضافت الوزيرة بأن الشباب جاد في العمل، ولكن يجب عليهم تكثيف الجهود من أجل تطوير الذات. وإلى الشهادة الثانوية، حيث تفقد صباح اليوم رئيس لجنة تحكيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية البروفيسور بيازيم بيتكري برفقة عدد من أعضاء اللجنة تفقدوا سير عمل الامتحانات بكل من مركز امتحانات الثانوية الإنجيلية وثانوية فليكسيوي والثانوية الفنية التجارية لمعرفة أجواء الامتحانات التي لا زالت في يومها الثالث وعلى التوالي. وخلال جولة أعضاء اللجنة لوحظ بأن الامتحانات تسير بشكل جيد وأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد قد اتخذت تماما، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون وغيرها. ختام الموجز الإخباري المزود لهذا اليوم، أنا وزميلتي عائشة أبكر حسب الله، أترككم لحسن المتابعة وشكراً.